مرحبا فيكم حبايبي برج القوس خلينا نشوف شو مخبيتلنا باختصار يعني خلينا نقول عناوين عريضة إن شاء الله الورق يكون حلو والطاقة تكون إيجابية خلينا نشوف طاقة برج القوس كيف عم تكون هاي الفترة عم تكون عزيزي في عندك شوية صراع ما بين القلب والعقل كثير عم بتعيش صراعات او تفكير او اتخاذ موضوع معين فكانه القلب والعقل عم يعني بتناقشوا وعم بيكون في صراع مش قادر تاخذ هذا الموضوع او مش قادر تاخذ قرار في هذا الموضوع قلبك في جهه وعقلك في جهه ثانيه آه عم بشوفك بتحقق آه ب يعني بتحط حجر الاساس لمشروع معين آه لعلاقه آه معينه المهم انه بدايه جديده لموضوع آه معين ممكن ينكشف بالاوراق آه ف يعني عم بتحط اساس آه اساس خلينا نقول مثمر هذا الموضوع مثمر انا آه شايفيته شايفتك كتير مسيطر هاي الفترة وعم بتتبدل الادوار ما بينك وبين الحبيب على يعني وجه الخصوص بشكل عام لبرج القوس عزيزي للأسف يعني انا دايما بحب اقرأ الكروت الإيجابية بس في كروت سلبية بتطلع لحالها يعني فخلينا نقول في طاقة سلبية في امرأة عم تعمل لك شغلة غلط شغلة يعني عمل او ما بعرف سحر او شي مثل هيك في عنا علاقة ثالثة ظاهرة في الموضوع وعم بيكون في حسد منها من هاي العلاقة الثالثة او العلاقة الثلاثية في شخص ثالث داخل على الموضوع ممكن ما يكون يعني طرف ثالث ممكن يكون اي يعني شيء او شخص داخل في العلاقة شايفة انه رح يكون الشريك او ممكن يكون للناس السناقل ممكن يكون شخص الجديد او فارس الاحلام انا شايفة مواصف يعني مواصفات فارس الاحلام وحتى لو كنتوا منفصلين فهو نفس الشخص فارس الاحلام عم بشوفه يعني جاي بعرض بشي معين يعني جاي والفرحه على وشه ولكن انت راح يكون في عندك بعض الصراعات الداخليه من هاي العلاقه وبعض التشويش يعني اوكي يعني فرحان راح تكون بالرجوع وكذا بس بنفس الوقت خايف انه المشاكل تتكرر وخايف انه العلاقة ما تكون مثمرة او ما تكون لها يعني لها نهاية حلوة او خايف اكتر اشي من الشريك هذا الشخص نفسه هذا الشخص اللي مبين بالصورة فالباين انه انت في عندك صراعات بينك وبين حالك انك هل تعطي هذا الشخص فرصة او لا والباين انك انت رح تعطي ولكن بتوجس بخوف معين رح يكون في عندك خوف شوي من هذا الشخص لكن سرعان ما هذا الخوف يتبدل ويصير سعادة انا شايفة في سعادة في الموضوع في توازن في نصر عم بتحققه على هذا الشخص او على الشخص الثالث لانه شايفتك مبسوط وطاقتك يعني ناريه عم بتكون كتير مشاعرك ناريه تجاه هذا الشخص انت عن جد بتحبه ولكن عم بتفكر شوي بلشت تفكر بعقلك شوي اكثر من قلبك بهاي الفترة والقوس يعني معروف بفكر بقلبه بعقله يعني بذات الوقت فرد مرة بس بهاي الفترة أكثر رح تكون صارم مع الشريك رح تكون مبسوط بس بنفس الوقت صارم مع الشريك رح تغير معاملتك معه عن سابق عهدك اول شيء كنت بتعامله بطريقة يعني حنونة زيادة كنت عم تعطي زيادة في العلاقة شايفيتك هلأ هل لا عم تتغير توجهاتك عم يتغير تفكيرك عم بتكون حاط اجر على اجر والشريك هو اللي عم بيقدم تنازلات فشايفة نصر وكروت حلوة لبرج القوس شايفه على الاغلب في عندكم سفر او اجراءات سفر ممكن تكون بالشهر الاخير من السنه لكن عم بشوفك عم بت يعني عم بتظبط الامور وعم بتحطر حالك لهاي الخطوه التاشيره او الخبر السار عن السفر رح يجيك خلال الثلاث اشهر لكن السفر نفسه ممكن يكون في اخر شهر من السنة على الأغلب العمل شايفيتك في شوي نقص في المادة في الفترة الجاي ولكن بنفس الوقت انتصارات ويعني علو مرتبة لكن المادة أنا شايفيتها نفس الشيء ما عم تتغير فهذا الشيء شوي عم بدايقك عم بخليك نوعا ما زي ما قلنا زي ما قلنا هون انه تحط حجر اساس لمشروع جديد فممكن انه تكون بسبب يعني المادة محدودة او كذا تبلش بمشروع اضافي وهذا المشروع ماشي على خير وفترة حلوة كتير انك تبلش بهذا المشروع بشهر تسعة يعني بالشهر الثاني وعم بشوفك مسيطر في هذا المشروع عم بتكون مشهور في مجالك أو بالمجال الجديد اللي دخلته بالمشروع اللي عملته فعم تجني أرباح عم ما بعرف عم يعني تحصل على شهرة معينة في المجال اللي أنت فيه هذا أكثر إشي بالنسبة للطاقات الترابية نارية في كل قراءة لازم النارية تكون موجودة ما بعرف ليش في عنا ترابية نارية مائية هذا أكثر شيء موجود وبرج الحمل موجود عنا برج الحوت برج السرطان هدول أكثر أبراج موجودة آه خلينا نشوف بالعقل الباطن شو في عندك يا عزيزي آه في موضوع موضوعين عم بيكونوا يعني مركز تفكيرك عليهم آه بدك تحققهم بنفس الوقت ولكن انا بقول بهاي الفتره الثلاث اشهر رح تحقق واحد منهم بس آه لنهاية السنه بتكون حققت الموضوع الثاني انا ما بعرف شو هم المواضيع لكن آه يعني هذا اللي ببين من الورق آه مبين انه انت يعني بالفتره الجاي زي ما بيقولوا التراب بتمسكه بقلب ذهب آه فاستغل هاي الفتره في عندك فتره من الابندنس فتره من الـ يعني في عندك حظ وفير كثير بهدول الثلاث اشهر فحاول على قد ما تقدر تشتغل فيهم او تعمل مشروع جديد اللي انت بتفكر فيه اللي قلنا عنه هون ممكن تعمله في هاي الفترة فترة كتير مناسبة لهذا الموضوع. نشوف أوراكلز Forgiveness هون قلنا أنت في صراع إنك تعطي التسامح أو لا إنك تسامح فهون بيقول لك إنه سامح 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 يا برج القوس إن شاء الله تكون آخر مرة يعني ما يكررها الحبيب أو ماجيك ماجيك راح تكون جذاب جدا يا برج القوس بالفترة الجاي آه، راح تكون جذاب للجنس الآخر بشكل كبير جدا إذا كنت رجل وإذا كنت امرأة آه، فهذا السحر راح يجذب لك آه، آه، السول تبعك إما القديم او للاشخاص السناجل الشخص الجديد في حياتهم او السول ميد اللي لسه ما ظهر في حياتهم ممكن جدا انه يظهر بهاي الفترة نشوف الرومانس اها بيقولنا عن الحبيب آه في اخبار انه بما معناه في اخبار وصلتك عن الحبيب كلها خاطئة او سيتم توضيحها في بالفترة الجاي في توضيحات كتير رح تسمعها من الشريك نفسه من صاحب الموضوع مش من اشخاص اخرى فشي حلو أه بقولك هون شفنا في صراعات وكثير وانه العقل والقلب وكذا بقول لك what فيلز رايت اعمل اللي انت حاسه وكانه وكانه بحكي لك شغل هاي المره شغل قلبك شغل قلبك وشو انت بتحس بيكون هو الصح عم بشوفك بتعمل مديتيشن عم بشوفك بتعمل صلوات كتير بالفترة الجاي بقول لك لك اتعمق كتير بنفسك روح للروتس روح للجذور اكتشف جذورك انت تفكيرك انت انت شو بدك يعني اتعمق في تفكيرك اعرف شو بدك بالضبط لان انا يعني شايفتك هون كمان في هذا الكرت كتير محتار وكتير يعني ما عم تعرف يعني تتصرف او تأخذ قرار فاقول لك فبيحكي لك انه جو روح بالعمق في نفسك وفكر على رواق فاعطي حالك فرصة بالتفكير لانه قرارك رح يعني ينعكس عليك لفترة طويلة فكون متأكد من هذا القرار نشوف الشاكرا كاردز لانه شفت في عندك طاقات سحر او حسد او كذا فخلينا نطمن نشوف او زي ما توقعت في عندك الهارت شاكرا ممكن تكون فيها مشكلة يا عزيزي من خي... يعني بسبب هذا الموضوع اللي قلنا عنه قبل شوي فدير بالك اعمل استشفاء ظبط امورك وبقولك لك بعديها رح تكون في بدايات جديدة وحصاد للي انت تعبت عليه ف يعني الامور رح تتحسن شوي شوي مش فجاه فكون صبور بيقول لك الكروت انه كون صبور بيقول لك هون انه الموضوع قد ما كان كبير قد ما كان صعب فانت قادر انك تعمله بالفتره الجاي في رح يكون عندك عناية إلهية أو مثل مثل هيك شي عناية من الملائكة فلا روح يعني ما ما تت يعني ما تاخذ خطوة للخلف بالعكس روح خطوات للأمام وخليك جريء هون بيقول لك انه رح تتعرف في الفترة الجاي على اصدقاء جدد بيقول لك دير بالك من اشخاص منهم يعني الاشخاص الجديدة في حياتك يا برج القوس بالفترة الجاي كون متأكد من هدول الاشخاص ما تدخل اي شخص على حياتك وخاصة من الجنس الاخر ما تدخل اي شخص بدون ما تتأكد مية منه شايفة شخص شوي غريب عن ثقافتك إذا كانت مواصفاته هذا الشخص غريب عن ثقافتك شوي أو الديانة غير أو العادات غير بلد تاني عم بشوفك عم تتأذى من هذا الشخص هذا الشخص جديد مش قديم جديد رح يدخل حياتك بالفترة الجاي فما تسمح لهذا الشخص إذا كان في هذه المواصفات انه ياخد حجم اكبر من حجمه لانه رح يكون في ضرر من ناحيته فدير بالك من هذا الموضوع بقولك على قد ما رح تفتح قلبك على قد ما رح تاخد حب وهذا الحب بيقول لك شاركه مع الناس اللي حواليك ما تحتفظ فيه لحالك اذا كنت عندك مشاعر اعمل شيرنج مع التانيين مع اللي حواليك مع اولادك بالنسبه للاولاد كمان نسيت احكي بالكروت برج القوس عم بيكون شوي مهمل بالفتره الماضيه من ناحيه الاولاد ولكن يعني بشكل عام بالفتره الجاي شايفيته مع الشريك ومع الاولاد رح يكون في مثل هدنه مثل صداقة مثل اعاده ترميم للعلاقات